المراية المكسورة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من المراية المكسورة، معكم أنا هاني المهندس، وحلقتنا اليوم عن المربية. كل واحد فينا عنده كابوس مرعب في طفولته، وأكيد كلنا عندنا كوابيس مرعبة في طفولتنا مستحيل ننساها. لكن إيه ممكن تعمله لما تعرف أنه هذا ما كان كابوس، كان حقيقة؟ كبرت أنا وأخوي جمال في منزل الطراز القديم في منطقة الباحة، وكان منعزل جدا عن الناس، وأقرب جار لينا كان على بعد ميل تقريبا. كنا بنقضي معظم أيامنا على شجرة جنب البيت، وكانت شجرة كبيرة مرة، وأبونا كان باني لنا فوق هذه الشجرة بيت من خشب بس صغير، وكنا طوال الوقت بنتخيل قصص كده حقت أطفال زي قراصنة وكنوز، وكنت أنا دائما مسمي نفسي اسم، وأخوي دائما مسمي نفسه اسم، على أساس تعرفوا عايشين الدور حق الطفولة، لعب أطفال وتخيلات حقت أطفال. وكنا أنا وأخوي ما نترك بعض، مع بعض طول الوقت، وما حد يقدر يوقف في طريقنا، وإحنا مع بعض بنلعب في أعالي البحار وشاطحين في خيالنا الطفولي. كان في فتحة سرية في وسط الشجرة، وكنا نحط في هذه الفتحة اللي بوسط الشجرة نخبي فيها كنوزنا المسروقة. طبعا أطفال ولعب أطفال، تعرف الوضع كيف كان حلو إحنا أطفال. وعلى الرغم من إنه هذا البيت اللي فوق الشجرة كان هو بالنسبة لنا كل شيء، وكان فرحتنا لما نطلع فيه، تعرف إحنا أطفال لما نطلع فوق الشجرة وبالذات ما يكون في بيت يعني حاجة مرة كبيرة، لكن كنت أقول لكم إنه كان في شيء أفضل من هذا البيت الحلو اللي فوق الشجرة وإحنا صغار. كانت المربية حقتنا، كانت مربية عاقلة وطيوبة ومسلية جدا، وأقدر أقول لكم أروع جليسة لأي طفل فعلا. بالليل كنا بنسمعها بتغني لنا أغاني كده هادية وناعمة، وكان صدى صوتها بينتقل في كل مكان في الغرفة، كانت بتهدينا طبعا عشان ننام، وكان دائما بيغمر أذهاننا هدوء وراحة وهمهمة حلوة وناعمة من المربية. لكن أسوأ حاجة كانت تحصل لنا وإحنا نايمين هي الكابوس، وكان كابوس مو كابوس، كابوس من نوع ثاني. كنا أنا وأخوي جمال نصحى خايفين ومفزوعين ويدينا على رقبتنا، ويا دوب كنا قادرين نتنفس، وكنا نقوم بنفس الكابوس. تخيلوا إحنا الاثنين نحلم بنفس الكابوس في نفس الوقت، وكأنه في هذا الكابوس شخص حط إيده على عروسنا وكان يضغط عروسنا بالمخدة بأقوى ما عنده. هذا هو اللي يسموه الجاثوم يمكن. وكنا دائما بنصحى قبل لا نموت، تخيلوا، وكانت أجسامنا الصغيرة ترتعش ونكح بقوة من كثرة الخوف. وطبعا صحينا الصباح يومها زمان وإحنا أطفال بعد انتهاء هذاك الكابوس في الليلة هذيك المرعبة المخيفة، وكنا دائما بنلاقي ورقة كتبتها هذه المربية وحطتها جنبنا. فطبعا إحنا أطفال بنعرفين إيش كاتبة، وما كنا فاهمين إيش مكتوب أصلا في هذا الورق، ولكن كنا متأكدين من نقطة واحدة، إنه متأكدين إنها تبغى تخلينا سعداء وتطمننا عشان ننسى الكابوس المرعب اللي جانا بالأمس. طبعا احنا في الفطور كنا نجرى على امنا وابونا ونحكيهم عن الكابوس المزعج اللي جاني وجال اخويا جمال، وانه كيف المربية كانت لطيفة وكانت تكتب لنا كلام حلو كده ملاحظات عشان ما نخاف. لكن الغريب في الموضوع انه امي وابويا ما كانوا مهتمين، وما كانوا حتى بيعلقوا على الموضوع ويقولوا انتوا الاثنين عندكم ما شاء الله خيال ما شفنا على احد. وقالوا كمان انه احنا لازم نتوقف عن اللعب في بيت الشجرة هذه اللي ابويا مسوينه هو من غير ما نسأل. مو كده وبس، وكان يسألونا دائما مين هذه المربية؟ يعني معقولة جابوا مربية وما عرف انها موجودة عندنا؟ المهم في النهاية طلعنا من هذا البيت وسبنا هذه المربية المسكينة الفقيرة من غير ما نودعها حتى، ما شفناها، وكنا زعلانين مرة عشاننا تركناها، ولأننا كمان لمينا أغراضنا بسرعة من البيت وكان ممكن نقضي الليلة في المنزل الجديد اللي انتقلنا له، وكانت شقة في مدينة قريبة من منطقة الباحة. لكننا ما قدرنا ننسى أبدا هذه المربية المميزة اللي احنا معتبرينها صاحبتنا. بعد سنوات طويلة مرة كبرنا، وكنت أنا حكتب أطروحة جامعية عن طفولتي وطبعا تربيتي بشكل أساسي أو بشكل خاص بمساعدة هذه المربية الرائعة اللي مستحيل أنساها. ولكن كنت أنا ببحث في هذا البيت اللي تربينا فيه في الباحة، فلقيت عنه مقالات في الانترنت، فتحمست قلت معقول البيت اللي أنا كنت ساكن فيه كان فيه ما شاء الله تاريخه معروف. المهم الموقع اللي في الانترنت كان بيتكلم عن بيتنا، وكان بيتكلم عن العيلة الأصلية اللي عاشت فيه هناك في سنة 1319 هجريا، أم وأب وطفلين ومربية، والصورة كانت المربية حقتنا. معقولة يعيش من هذيك الأيام؟ المهم بدأت أقرأ المقال بإنترنت بحماس كبير، وكنت متشوق جدا معرفة كل التفاصيل عن هذه المرأة، وأقدر أقول لكم المربية اللي ساعدت في تربيتي أنا وأخويا.
المهم أنا كان عندي توقع، قلت يمكن أنها كبيرة وما تغير شكلها، ومن شدة اهتمامها بهذول الطفلين عشان كده عرفت تهتم فينا. وأعتقد أني أنا ما أخطأت، فعلا قرأت المقال كويس، بس كنت مصدوم مرة من اللي بقرأه، وكأنه في حاجة جالسة تخنقني في حلقي ومن عارف أتنفس، وضربات قلبي صارت أسرع، وكأنه قلبي بيغرق جوة صدري. كتبوا في المقالة أنه هذه المربية اللي في الصورة أطفالها ماتوا بسبب سائق متهور، وفي فترة قديمة من عام 1313 هجرياً، وهذه المربية ما قدرت تواجه حقيقة موتهم، وصارت تدور عن الشخص اللي سرق حياة أطفالها وقتلهم. بعدها صارت موظفة عند عيلة هذا السائق اللي قتل أطفالها، وأثناء محاولتها للانتقام كانت تقضي وقتها في رعاية أطفال هذا السائق اللي قتل أولادها كأنهم أطفالها، لحد ما جاء الليلة المروعة اللي قتلت فيها الطفلين وهم نايمين، خنقتهم بالمخدة اللي هم نايمين عليها، يعني كتمتهم، وعلى الأرجح كانت بتغني لهم بلطف ونعومة زي ما كانت بتغني لنا. الغريب في الموضوع إنه بعد ما قتلتهم تركت رسالة انتحارية وسابتها جنب جثث الطفلين بعدين، وبعد كده قتلت نفسها. كيف قتلت نفسها؟ مستحيل تكون قتلت نفسها. طب مين هذه اللي ربتنا؟ هذه نفس المرأة اللي في الصورة. المقالة هذه اللي بالإنترنت اشتملت على صورة البيت، وكمان صورة الزرع اللي موجود حوله، حتى الشجرة، المكان اللي كنا نلعب فيه أنا وأخوي جمال، وفي الوسط كانت الشجرة اللي تبنى عليها طبعاً، أو اللي بنى عليها أبونا البيت، لكن وقتها طبعاً في الصورة ما كانت موجود هذا البيت. دققت في الصورة ولاحظت وجود الثقب أو الحفرة كانت موجودة في الشجرة اللي كنا بنخبي فيها ألعابنا وكنوزنا وإحنا أطفال، يعني 100% هذا بيتنا وهذا الشجرة وهذا الصورة حقت البيت. كيف الصورة مأخوذة ب 1313؟ لكن البيت كان شكله مختلف شوية، يعني مو كثير، كان مغطى بلون ثاني غامق، وخلى هذا المنظر حق الصورة يجمد الدم في عروقي، لأنه حسب الصورة اللي شفتها كانوا حاطين صورة للمربية وهي جنب الشجرة وقاتلة نفسها بندقية. إذن من كانت هذه اللي كانت تربينا وإحنا أطفال؟ وليش كانوا أمي وأبوي يسألون من هذه المربية اللي بتتكلموا عنها؟ المراية المكسورة.